شنتال وحنان كانوا قاعدين بيحكوا عن موطني عن موطني باباهم الجلال والجمال والثناء والجمال. مش عارفة كان شنتال مش عارفة ليش كانت تبكي. كانوا بيحكوا هكا تذكرت بابا بس كده. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا كده. طايلة كمل احفظ طايلة سيلي طايلة سيلي مين طايلة خلاص بصيت لك خلاص بصيلي كده بصي لي كده بصي بصي لسه لفي 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 في ايه مان عيطت ليه من موطني اصلا ما عشتش معاها يعني بس في حاجات ما تتحققش دي اللي بتخليني اعيط يعني صراحة غرت من كلام شنتال وحنان يعني مش غرت بس قلت يا ريت لو يعني فهمت بعيش الإحساس اللي حاسينهم هي ظروف حطيتي فيها ما تهمكيش حاجة بقى غير اني تقول الله يرحمه ما يخلي ليك مامتك صح ولا غلط صح. مش عايزة عيط صراحة بس وحدي يعني حاول خليكي شوية مع نفسك تعيطي يلا عيطي انت مجنون انت والله شوية فك طلعي الطاقة اللي جواك ولو بكيت يعني دلوقتي خلاص هنساه عادي لا يعني فظيعة تعرف اكتر حاجة تخليني بتضايق لما شفته كويس في وشه في لقيت شباب كنت دايما بقول ماما انا ما بشبهوش عشان كده بيكرهني تقولي انتي بتشبهيني انا اكتر ما بتشبهي بس رحت شفت لقيت حاجات متشابهه جدا الشنب عنده نفس الشنب بتاعي حواجب وشنب حواجبه مثل حواجبي انت بتحطي البتاع دي ولا ايه كنت بتحطي البتاع اللي على راسك زيه كيف بتاع اللي على عيني لا وعنده عيونه شبه عيوني شويه بس لما تنرفز اعمل كده والضربه دي نفس الضربه طيب شفتيه الاول مره انبسطت اني شفتيه حتى لو في الظروف دي يعني انت شايفه دلوقتي انك يا ريتك ما شفتيه ولا كويس انك شفتيه كويس طيب يبقى دي حاجه كويسه انك انت على الاقل شفتيه وشفتي ان هو شبهك